صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. العينة بتاعت الشاب بتاع المقطم خلصت؟ ومالك داخلة رسمي كده ليه؟ في حاجة حصلت؟ لا مفيش، المشاكل العادية. لا انت بالذات ما تصدقش ان اي مشاكل في الحياة تخليكي بالحالة دي. ليه؟ هو انا عشان على طول شايفيني بضحك يبقى ما بحسش؟ طب خلاص 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 ما تاخديش على خاطرك، انا اسف. انا لقيت في الاحشاء اثر سم وكتبت تقرير وهبعته حالا. متشكر. كل يوم مش فاضي، كل يوم مش فاضي، خلاص مش عاوز تشوفني، قولي ان انت مش عاوز يا تشوفني يا بنتي. شغل انا مش رايحه العب. صباح الخير. ازيك يا شروق، عامله ايه؟ بقول لك ايه، هاي. هو معتز مش موجود النهارده في الكليه؟ لا معتز ما جاش النهارده خالص. احنا اصلا اللي المفروض نسالك عليه. طب انا كنت عاوزه اتكلم معاك شويه، ممكن؟ طب ثانيه واحده بس. اوكي هستناك. اوكي. انت سايبني ورايح على فين؟ يعني مش عايزه تتكلم معايا اكيد في كلام مهم. مهم ايه؟ في اسرار عاوز تقولها؟ اسرار ايه؟ اكيد عايزه تتكلم عن معتز. يا حنين، دلوقتي بقينا بنحل المشاكل العاطفيه؟ أوه. اوكي ايمن انا ماشيه. ايه في ايه؟ انا اسفه اذا كنت عملت لك مشكله مع صاحبتك. لا دي مش صاحبتي، دي زميلتي عادي في الكليه، وبعد كده كويس انك عملتي كده عشان دي رغايه جدا. طب بقول لك ايه، انا كنت عاوز اسالك على معتز، شكله اليومين دول غريب، حتى طنط فاطمه قلقانه عليه قوي. معتز بالعكس ده في احسن حالاته اليومين دول. احسن حالاته ازاي؟ انت اكيد عارف حاجه ومش عاوز تقولها صح؟ شروق ما تحطنيش في موقف صعب، معتز ده صاحبي وانا ما ينفعش اتكلم عن الاسرار بتاعته. على فكره انا مش هقول لحد، بس انا عاوز اطمن عليه بس. يا شروق من الاخر كده معتز مصاحب. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه معتز مصاحب؟ لا بجد انت بتتكلم بجد، معتز مصاحب؟ طب هو مصاحب مين؟ انا ما اعرفهاش اصلا، معتز ما بيحكيليش عنها اي حاجه. طب بقول لك ايه، ما تديني انت نمرتك وانا لو عرفت اي تفاصيل اكلمك احكي لك. بتدوروا على ايه يا باشا؟ دلوقتي تعرفي لقينا الحاجه دي جوه يا دول يا بت. ده بتاعك؟ حرص ده. تمام يا فندم، لقينا ده جوه. المسدس ده بتاعك؟ لا يا ابني مش بتاعي، ده بتاع عباس جوزي. حرص ده. هاتوها. ما عملتش حاجه يا بيه، انا مظلومه، مظلومه يا بيه، حرام عليك يا بيه، انا مظلومه يا بيه. يعني كل دكتور هيبقى له كلمه سر يدخل بيها على القضايا بتاعته، ومحدش يعرف كلمه السر دي غيري وغيره. ها حاضر يا ريس. هنا بقى في صفحه لكل قضيه، هنوصف الحاله اول ما توصل المصلحه ورقم القضيه ومين الدكتور اللي ماسكها، وبعدين هو في الملفات الخاصه بيه يحط التقرير النهائي. هايل يا عبده، بس يا ريت تخلصوا لنا الموقع ده قبل نهايه السنه. ان شاء الله يا دكتور. يا فندم، النيابه بعتت السلاح ده هوت من بيت الشغاله، قضيه حريق الدقي. حلوه انت، سعمل لي طويل. ايوه، النيابه بتقول ان هو مش مترخص ومعلهوش ارقام. انا شميت فيه ريحه بارود. ست ميازيب عيار 9 ملي طويل. يبقى فاضل الطلقه اللي اتقتلت بيها الست. هو مفيش اخبار عنها؟ لا يا فندم، النيابه قالت ان المباحث ما لقتش حاجه. لازم تكون موجوده، هتروح فين يعني؟ عايزك تروحي تعاني بنفسك. انا كنت ناوي اعمل كده، يمكن المطافي والحريق بوظوا الدنيا، عشان كده المباحث ما لقيتهاش. ادخل. فضل نتكلم مع بعض شويه. بص انا مشغول قوي 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 دلوقتي. طب خلينا على اربعه. لا انا عندي ميعاد في النيابه الساعه 3، ما اقدرش. طب نص ساعه بس نتكلم مع بعض شويه، نص ساعه. هو انا لو خلصت قبل 3 هعدي عليك في المعمل. هستناكي. الو، اي حسن، معلش انا كنت في المطبخ.
وبعدين النهارده انا نسيت اكلمك عشان كنت مشغوله وخلصت واخري. خلاص بكره في المصلحه نتقابل. ليه مش جاي دلوقتي؟ يعني ضروري قوي؟ طيب ماشي ماشي خلاص اوكي يلا باي. ايه ده انت خارجه؟ الراجل عنده مشكله لازم اروح اشوفه. طب وانا هعمل ايه؟ انا نازله اقعد معاكي. انت تستنيني لحد لما ارجع اعمل ايه في مشكلته؟ لا انا هطلع اشوف شغلي ومش هرجع لك الفنجان، هبوظ لك الطقم. وانا هطير لك الفايركس بتاعك ان شاء الله اللي نزلتي لي فيه الاكل. اتاخرت عليكي يا حسن؟ لا 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 ابدا. في ايه؟ طب خدي نفسك شويه. تشربي ايه؟ اشرب شاي. نتر. اتنين شاي من فضلك وما تجيبش سكر. كده طبعا. في ايه يا حسن؟ قلقتني. ندى. ندى يا فاطمة تعبانة قوي. نفسيتها تعبانة بعد ما احنا اتطلقنا. وخايف تدخل في طرق تاني. مش قادرة تفهم إن الطلاق ده كان أحسن لنا كلنا. فاطمة أنتِ قريبة منها. يا ريت تفهميها إن ده أحسن لنا كلنا. يا ريت. ما تقلقش عليها، ندى زي بنتي بالظبط. بس كمان ما تنساش إن موضوع الطلاق ده هو بالنسبة للعيال بيبقى صعب قوي. ودايماً احنا بنبقى غلط في وجهة نظرنا. حتى لو كنا شايفين الحاجات صح. وانت بقى عامل ايه؟ هتفضل قاعد في الفندق اللي انت قاعد فيه ده؟ يعني بدور على شقة ايجار جديد. ان شاء الله تلاقي. مفيش طلاق ولا حاجة، هما بس متخانقين زعلانين يعني مع بعض شوية. كلها يومين ويتصالحوا. بابا هيرجع وماما هتبقى كويسة. عادي ده بيحصل. قومي نامي يا حبيبتي عشان عندك مدرسة وانت بتصحي بالعافية. كل حاجة هتبقى كويسة. ماما انت نايمة؟ ماما انت بقالك يومين ما كلتيش. ماما 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 ردي علي ماما. طيب خليك انا جايلك على طول. في ايه؟ في ايه يا حسن؟ مفيش حاجه. لا ازاي بس؟ استنى بس فهمني في ايه؟ لا حسن حسن تمام عشت. معتز ايه؟ خضتين انت قاعدة كده ليه؟ انت جاي من الكورس؟ ايوه. مالك مقدمة كده ليه؟ كنت عاوز اسألك سؤال. خير. هو انا بالنسبة لك ايه؟ ايه؟ انا بالنسبة لك ايه؟ بنت عمتك؟ جارتك؟ قولي. انت اختي يا شروق. بس انا عمري ما اعتبرت نفسي اختك. وانا عمري ما اتعاملت معاكي غير على الاساس ده. ده احنا اتربينا وكبرنا سوا. وانت في واحدة تانية في حياتك؟ لا يعني افرضي. انت محسساني زي ما اكون كنت معشمك بالجواز وخلعت. ماشي. شروق شروق
دي اخرة الفرجة على المسلسلات العربي.